يتم حاليا تطبيق مضامين البرنامج التعجيلي والهيكلي في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وتنفيذ الإجراءات السباقية والمهيكلة على مستوى حوض ملوية بكلفة إجمالية تقدر بمليار و 300 مليون درهم. وتنشكر السيد الوالي على العمل الكبير الذي قام به كذلك مع الجهة من أجل تحقيق هذا الأمر، وكنا وقعنا على ذلك في شهر دجنبر لسنة 2021، مما سيمكن من تخفيف من وطأة الجفاف التي يعرفها الحوض لا سيما خلال فترة الصيف، وكذا ضمان تزويد الماء الصالح للشرب بالنسبة للجهة ككل.